am Youssef Subuh. I work for Palestinian Hydrology Group, a non-governmental organization based in Ramallah, which also has many branches in different cities in the West Bank and in Gaza. They implemented a pioneer pilot project as ecological sanitation, a project with emphasis to dry sanitation, because Palestine and Palestinian people suffer from severe water pollution and environmental pollution, in addition to scarcity of water supplies. I heard about it, but I didn't know exactly the description of a dry toilet system, but I heard as a title, dry toilet, which doesn't use the water as carrier for human excreta disposal. The first dry toilet was constructed in July 2001. Once we put it in use, different people started to visit that dry toilet, which is very strange to them, and it is a very new technology for them. اسمع واستمتع. هاي البنت عمرها سنتين، هي اصلا كانت اف تي تي وهي صغيره، وضعهم المادي يعني من مره العيشه عندهم صعبه، فهي الحين الفتره هاي لها اخت في المستشفى نامت وطلعوها، الحين رجعت هاي البنت عندها يرقان. شوف كيف المي عندهم في اخر البير بنتها من الشارع مش من السطوح، يعني لها باتت ليله بالمستشفى، روحوها. نصحت الام تغلي المي غالي، تعقم اواعيها، تغسل تحممها يوم الخشة، الحمام تغسل الام والبنت وينظف الحمام وعقمه بديتول، لانه هذا معدي، يعني رقان نوع الف، هذا يعني بعدي الاطفال الثانيين. وبننصح يعني شو وضعنا في المي والمنطقة كلها، مش يعني بس هاي العيلة، هاي أول مشكلة. يعني في كمان عندي أنا دود في المنطقة، دود أطفال عندهم دود كلهم من المي. اسمي نجوم مناصرة، منطقة بني نعيم، قضاء الخليل. طبعا أنا فلسطينية، بلشت عندي الفكرة لهاي المشروع اللي هو الحمام على طريق الإيطالية، قيام مجموعة من الهيدروجيين زيارة البيت عنا. فإحنا كان عنا مشكلة في البيت، إنه جارة الامتصاص يعني كانت باستمرار نحضها تقريبا كل أسبوعين مرة، فقام والدي باستدعائهم، فبدأنا في العمل مع أحد المهندسين. في المهندس يوسف عرض علي الفكرة وورجاني موديل، بس الموديل ما كان يعني مش مناسب، مش حلو يعني، لقيت الموديل وتساعدنا انا وياه بالفكره وصممت الشكل هذا واشتغلنا ونجح. غير الحمامات بسوي امباتيوت، بانيو، جاكوزي، بسوي طمبونات تبع السيارات، الشماسي، الكاسحات الهواء. هي الفكره، هاي فكره جديده يعني، لسه ما في واحد بيعرفها. فيوسف الفكرة هذه عندهم جديدة، لازم هم اللي يشتغلوها بالأول، وبعدين الناس لما تشوف الإشي هذا مشى وكويس بصير كل الناس يطلبوا منها، لكن الناس ما بتعرف هذا الإشي. هم فيش يعني من السنة ما جاش مي كثيرة، فصاروا يضطروا الناس من الشارع يعبوا مي، ويعني الوضع زي العمل، الحمامات قريبات للبيار الجوار تبعت الحفر الامتصاص، فهو هذا كله مشاكل بيسوي. فيعني هذه الطفلة هاي شو بدها تعاني الساعة، لا يمكن الله أعلم تشفى ما تشفى، والله أعلم شوف هاي تعدي كم واحد في المنطقة كمان، تصور يعني ما بعرفش. بالنسبة لعدد الناس بيستخدموه بالأسرة، إحنا تقريبا 13 فرد عايشين جوا البيت، بستخدمه تقريبا 10، لأنه عندي إخوان صغار، يعني في 6 شهور وفي سنتين، في 4 سنين أو 5 سنين ما بيستطيعوا يستعملوه،
فيعني عمالنا بنعود فيهم شوي شوي حتى يستخدموه في الطريقة المناسبة. طبعا واجهنا كثير مشاكل من قبل الناس انهم ما بدهم يعني شو هالحمام، يعني اللي يجي علينا يحكي شو هالحمام، على اي طريقه عاملين، لما يحكي طريقه الايطاليه يضحكوا علينا. فقام يعني اقنعناهم انه يعني بشغلات كثيره اهمها انه يعني غير باهظ الثمن زي ما حكينا، وما بيجيب تلوث للبيئه نهائيا. فبعض الناس قاموا طبعا بعمل حمام مثلنا، وفي يعني صارت في بلدنا في نوعا ما عاملين مثل هذا الحمام. هو انا حكيت له على الشغل يعني على اساس انه شغل مستمر ب 150، لكن اذا بده واحد اثنين هيك بصير اكثر. يعني السعر اللي حكيته ليوسف انا 150 شيكل على اساس شغل مفتوح يعني. لكن اذا واحد بده واحد لحاله ما واحد ما بينفع يعني. ليوسف سويت 30 واحد، 30 35 ما بتذكر كويس. هو طلبوا اول 20 على اساس انهم يشتغلوا، وبعدين صار في شويه مشاكل مع الانتفاضه يعني. يعني ما في طرق مفتوحه، مسكره الطرق. وسويت لهم كمان 10 وقال لي استنى شوي لما الشغل يمشي اكثر بنعود نشتغل. وهي الانتفاضه شغاله يعني، كل يوم بنقول بكره يمكن احسن، بيطلع مش كويس، بيطلع اصعب يعني. الناس تعرف شوي شوي ممكن انه يصير مستقبله ممتاز ان شاء الله.